خلينا نمر على السوبر ماركت مشان ناخذ شي نطبخ. بالبيت ما في شي للاكل بنوب. طالما انت معي هلا فينا نشتري كل الشغلات اللي بدنا اياها لاسبوع. مين هاد؟ بدر. ايه وليش ما عم تردي؟ الو الو، شو كأنك أخذي إجازة اليوم؟ والله إجت رفيقتي من إيطاليا اليوم الظهر واضطريت أطلع، طلبت إذن من جانبك. فهمت. لما قالوا لي إنك مو بالشركة قلقت عليك، كيفك؟ منيحة. وأنت؟ أنا وحيد قاعد لحالي ومزاجي معك. توقعت هالشي؟ أنا باليخت. تعالي، بصراحة كتير محتاج إني أشوفك. والله أنا هلأ مع زينب وما فيني أتركها لأني وعدت نقضي النهار بطوله مع بعض. ليش هيك روحي؟ يعني أنت فضلتيها على لي. آسفة ما بقدر أتركها بنوم لأنه أبوها كتير مريض. مو مشكلة، لكن ما رح أطلق أكتر. سلمي لي عرفيتي. شوفي. إيه بشوفك. ليش عم تردي على الزلمة بهالطريقة هاي؟ والله يا أمي وضعي هلأ ما بيسمح لي جامل حدا، وخاصة هو. شو بده؟ قال هو مالي اللي بده يعني يروح لعنده. يا بنتي ما قبلتي الزواج من هالزلمة ماشي، بس على القليلة لا ترفضي صداقته. ما رح أخسره يا أمي، لا تقلقي أنت. بس اقطعي الأمل من قصة الزواج منه لأنه هذا الشيء مستحيل يتحقق. أنا فهماني هالشيء منيح وما في داعي تحكي، خلصنا. إمتى بده يجي هالباص؟ بقى كتير تعبت من الوقفة. شكلنا لسه رح ننتظر كتير بمواقف الباصات. أنا قصدي الباص الأول راح ورح ننتظر حتى يجي الباص الثاني. نزلوا. أعطيني إياه. هذا مو إلي. أنت شو عم تعمل؟ قلت لك مو إلي، هاتو. فهمت، برجع لك. هاتو، رجع لي إياه فورا. يعني بعطيك إياه مشان تخرب لنا كل شي اشتغلنا؟ ليش عم تلحقني؟ ها؟ فكرت حالك سبقتني، ما هيك؟ ها؟ ما بتعرف إنه عندي علم بكل خطوة عم تمشيها؟ لك انت بس تتنفس انا بعرف. لهون وبس يا مهند، اهمل حالك ورجع على بلدك فورا وبدون ولا كلمة. ماني رايح. انت بتعرفني بقدر حطك جوا بتهمة عقلة التحقيق. لك مو على اساس وعدتني؟ مو قلت لي ما عاد بدك تلاحقه وبدك تتركه بحاله، وهلا حامل حالك وجاي لهون؟ انا اجيت لهون مشان الشغل، صدقني يا سيدي، ما اجيت مشان شي تاني. انت عم تضحك علي ولا؟ انت بهالطريقة يا مهند عم تعيق شغلنا ولازم تروح من هون. ما دخلني بشغلك، بالعكس انت عم بتعيق شغلي. بعرف وين لاقي وراح اعاقبه وما حدا بيقدر يمنعني. عم تفهم؟ هذا الشي شغلنا لنا،
المحكمة موجودة وهي بتعاقبه مو أنت. وإذا بتطلع قدامي وبتمنعني عنه رح أعتبرك عدوي. مدام هيك أنا رح أقلك إذا لسه بشوفك أو بتعيق شغل أنا اللي رح أنهيك. أنا مقدر شعورك ومقدر غضبك كمان، بس الأمور ما بتمشي هيك. سيادة الضابط، بدي أخذ بيتارو، بدي أخذ بيتارو. النار اللي جوا ما رح تنطفي لحتى عقبه بإيدي. أنا رح أمسكه بإيدي وأخده لعند القاضي، هذا وعد مني. شو بيصير إذا كمشته؟ ها؟ قلي شو بيصير؟ هات لشوف جاوبني. أنا متأكد تماماً إنه بيطلع بريء. كل الجرائم اللي ارتكبها ما ارتكبها بإيده هو، حتى لعلي هو والمسدس لاقوا عليه بصمات شخص تاني. كيف بدكن تثبتوا انه هو قتله؟ جاوبني يا سيادة الضابط، مين بده يثبت انه هو؟ انا بعرف بكره بيكذب كم تسبي عليكن وبيطلع بريء. لهيك مهند، هيا انا عم بعطيك وعد، بدي اعاقبه على كل الجرائم القديمة. هذا صار موضوع كرامة بالنسبة لي، بس المهم ما بدي اياك تتدخل بشغلنا بنوب. إذا بدك ببعتك على تركيا غصبا عنك، وأنت بتعرف إني بقدر أعمل هالشي. ليك أنت معصب هلا، بس واضح إنك طيب، لهيك أنا مالي ناوي ضايقك. تحمل حالك وبترجع على بيتك فورا، وما بدي إياك تزعجني أكثر. مفهوم كلامي؟ فرحات برقبته جرائم كتير، قتل وتجارة مخدرات وتبييض أموال وغيرهم كتير، يعني مو مخلي شغلة معاملة. وكل الأجهزة اللي عنا عم تلاحقه، وما فيني إلك أكتر لأنه مو من صلاحياتي. لهيك اسمعني منيح، لا تدمر حياتك، ارجع لعند أهلك هن بحاجتك. وبرجع بوعدك وكلام زلم إني رح أكمشه ودمر فيك ما رح يروح هدر أبدا. سمعت شو عم قول ولا برجع بعيد؟ خلصنا بقى، بتضب غراضك فورا وبترجع على البلد بأول طيارة. بس قربت اني امسكه. ونحن قربنا نمسكه، مو شايفنا ما عم ننام من ورا حضرته؟ شو مفكرنا عم نلعب يعني؟ مستحيل يفلت منا. يلا مهند، يلا جهز حالك مشان تروح. رح جهز حالي. بس أنا اللي رح وصلك على المطار. بروح لحالي. قلت لك أنا اللي رح وصلك على المطار. بعد إيدك، بعد إيدك. إذا بتريد بدي تعطيني حساب الغرفة رقم 2 لأدفع لو سمحت. اندفع الحساب قبل شوي. يلا